السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم أبو زياد، فن الصيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الديجيتال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ورجعنا لكم بعد فترة غياب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هننزل لكم فيديوهات جديدة ومفيدة، وحاجة هنستفاد منها كلنا كفنيين وكعملاء بتتفرج علينا. طبعا أول غسالة معانا، أحد العملاء الكرام بعت لنا الغسالة الماركة الوايت بوينت. طبعا الغساله في هنتكلم النهارده عن اعطالها وعن مشاكلها، اعطال الكهرباء الخاصه بالدايره الكهرباء، ان هي تفصل كهرباء، واعطال عدم دوران المحرك، يعني هي بتسحب ميه والغساله ما بتشتغلش. طبعا يا جماعه الغساله، لو الغساله الوايت بوينت دي، طبعا الغساله ديت على كارته وريسيفر وكابل داتا ومفتاح سلكتور. زي ما انتم شايفين دي الكارته الرئيسيه بتاعتها، دي بتركب جنب الموتور تحت. دي احيانا بيحصل فيها مشاكل، المشاكل بتاعتها بتتراوح في جزئين. الجزء الاولاني عدم دوران المحرك، يعني الغساله دي العميل بيشتكي ان الغساله بتسحب ميه، الصمام بيفتح ميه وما بتلفش. طيب عدم دوران المحرك ده يا جماعه ممكن يكون من حاجتين تانيين غير الكارته. الحاجه الاولانيه ممكن يكون الشربون بتاع الموتور فيه مشكله، فاحنا بنقيس الموتور، وكنا نزلنا حضراتكم قبل كده كام فيديو بتجربه جميع انواع المواتير، هسيبها لكم في اسفل وصف الفيديو ده. وكنت نزلت حضراتكم قبل كده طريقه فك وتصليح الكارته برضو من كذا فيديو قبل كده كنا نزلنا لحضراتكم. اللي بيتابع قناه اول مره يخش يشوف الفيديوهات. زي ما انتم حضراتكم شايفين، يبقى انا عندي هنتكلم في جزئيتين. الجزء الاولاني لو الغساله دي معانا بتسحب ميه ما بتلفش، اول حاجه هخش عليها على طول الميزان، عندي ممكن يعمل المشكله دي يخلي الغساله ما تلفش، ممكن يكون عندي الشربون، ممكن يكون عندي الكابل الكارته اللي انا وريتها لحضراتكم اللي ظهرت على الشاشه، وعندي حاجة تانية خاصة بإن الغسالة دي تفصل كهرباء. أول حاجة ممكن يكون مفتاح السلكتور اللي هو على اليمين ده، هنفكه مع حضراتكم قبل فكيته مع حضراتكم برضو قبل كده في الفيديو اللي هو ظهر هيظهر قدام حضراتكم ده. المفتاح ده بيتصلح يا جماعة، تمام، بيتفك عن طريق بتشيل الأكرة وبنفك المسمارين صليبة، تمام، وبنفكه من جوه من الكابل بتاعه والكابل الداتا بتاعه. وعندنا بعد ما بنفكه بنبتدي ان احنا زي ما انا هوري لحضراتكم كده، ده المفتاح من جوه، ده مفتاح البرامج يا جماعه، ده اللي عليه كل البرامج بتاعت الغساله. ده يا جماعه بيتفك يتصنفر وتنضف، او باي ماده بنزيمة او اي حاجه بتفك وتنضفه. ده بيبقى عليه مكربن او الاسلاك بتاعت التلامس بتاعته مش موصله بعضها، فبالتالي ما بينقلش، او بالتالي ما بينقلش البرامج، او بالتالي بتلاقيها فاصله كهرباء. عندي حاجه تانية، جزئيه تانية، الا وهو لوك الباب. لوك الباب يخلي الغساله تفصل كهرباء. عندي كابل الداتا يا جماعه يخلي الغساله تفصل كهرباء. كابل الداتا دوت اللي هو جاي من تحت للرسيفر بتاع اللي فوق خالص اللي راكب جنب مفتاح السلكتور. يبقى احنا هنمشي مع بعض حاجه حاجه. الحاجه الاولانيه الاعطال الخاصه بالكهرباء لو الغساله فاصله كهرباء الوايت بوينت، عندي اللوك، عندي المفتاح السلكتور، عندي ممكن يكون الكارته اللي هي ايه ظاهره قدام حضراتكم دي. دي اعطال برضو من ضمن الاعطال ان الغساله تبقى فاصله كهرباء. طيب عندي اعطال عدم دوران المحرك، اعطال عدم دوران المحرك يا اما في الموتور نفسه، او يا اما في الميزان، او يا اما في الكارته برضو اللي هي اللي ظاهره قدام حضراتكم دي. دي الكارته الرئيسيه بتبقى راكبه تحت جنب الموتور. كتير جدا من الفنيين بتخاف تشتغل في الغساله دي. الغساله دي سهله جدا يا جماعه. الغساله دي اسمها ميرلوني، يعني هي في الاسم المطابق فيها في جمهوريه مصر العربيه اسمها غساله ميرلوني. طبعا الغساله دي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه غير المفتاح ده، مفتاح السلكتور اللي احنا بنفكه مع بعض ده، تمام، وبنصلحه. وفيها عندك انت ريسيفر صغير جنب المفتاح، والكارته اللي هي بتركب جنب الموتور بس فقط لا غير. الباقي كله زيها زي اي غساله ما تختلفش يعني. دي كان من ضمن المجموعه بتاعت الغسالات اللي نزلت على مفتاح سلكتور، على مفتاح برامج. طبعا الغسالات يا جماعه في منها غساله بتايمر، تايمر وايت بوينت، نزلت غساله بتايمر، وفي غساله منها نزلت غسالات تايمر على كارت، وفي غساله اللي هي على مفتاح سلكتور، وفي غساله اللي هي الكارته بتاعتها اللي بتبقى راكبه من اسفل الغساله من تحت. وبعد كده نزلت الغسالات اللي هي على بورده فقط لا غير، اللي هي الوايت بوينت الجراند والموديلات اللي هي الحديثه اللي نزلت منها الاسري، والغسالات اللي هي نزلت حديثه منها دي على كارته فقط. زي ما حضراتكم شايفين ده المفتاح معانا اهو، المفتاح ده بيعمل معانا مشاكل كتير، وممكن يعمل يخلي الغساله معانا تهنج ما تشتغلش زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. يبقى انا عندي بالنسبه للغساله هنسمع شكوى العميل زي ما انتوا هتسمعوا معانا الفيديو للاخر،
ويا ريت تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. لو انت بتشاهد محتوى القناة ده لأول مرة يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات كتيرة ضرب نار بإذن الله، ويا ريت نسمع الفيديو الآخر واشوفكم على خير. دوسنا على الزرار سحبت مية، المفروض هي كده هتسحب مية. استنى حتى تسحب مية. نشوف بعد السحب المية تشتغل ولا لا، هي بتقف بعد السحب اهو. كده هتفضل واقفه لغايه ما تدي علامه القفل. كده اقفل ونعمل له فيديو في القفل.